عن آخر تطورات قضية سعد المجرد، فأخيرا عقدت جلسة للمواجهة المنتظرة بينه وبين المدعية عليه لورا بريول في مكتب قاضي التحقيق في المحكمة العليا في فرنسا. الجلسة كانت سرية جدا لدرجة أنه أهله نفسهم ما عرفوش أنها حصلت إلا بعدها، والمواجهة قعدت 5 ساعات. ومصادر قالت لإيتي بالعربي أن الاثنين اللي جاي هيتقدم المحاميين بطلب للإفراج عنه، والمفروض أنه رد قاضي التحقيق يكون بعدها ب3 أيام. وأكيد إحنا هنتابع القضية وتطوراتها دلوقتي.